طيب احنا لسه الساعة 10:30 فنبدأ المحاضرة اللي هو المحاضرة النظرية اللي خاصة بالعمل. صوتي واضح طلاب؟ طلاب هل الصوت واضح؟ صوت واضح والشير واضح الآن عندكم فقط للتأكيد. نعم واضح؟ نعم. احنا اخذنا طعناكم الاسبوع الماضي كان العملي الاول او الثاني هو في المناعة والاول في الانتيجين انتيبادي رياكشنز اند انتيجين انتيبادي تكنيكس. اخذنا البريسيبيتيشن وحكينا على الاجلوتينيشن وحكينا على اللاتكس اجلوتينيشن اللي هو ايضا واخذنا المانسيني والديفيوجن والالكتروفوريسيس. اليوم حناخذ التكنيك اسمه labeled antibody techniques. طبعا اكو كثير من labeled antibody techniques اللي تستخدم بالإيمونولوجي بس احنا راح ناخذ منها اثنين فقط اللي هو الإلايزر انزيم لينكتين سوربنت اسي والبلوتينج. الإلايزر راح ناخذها بالتفصيل شويه لان هي المسكمه اللي يوزد عندنا يعني بال والباقين يعني حتى من فايداس وأيضا تقريبا يعتمدون على برينسيبلز مشابهة. البلوتينج قليل استخدامه فراح بس مجرد نعطيكم فرد أوتلاين عنه زين شيء بسيط وما يكون يعني معقد. بالنسبة للإلايزا طلاب بالنسبة للإلايزا مثل ما قلنا هي إنزيم لينكت إيمونوسوربنت أسي وأخذوا أول حرف من كل اسم من الإنزيم الإي لينكت الإل الإيمونوسوربنت أي. طلاب بس سدوا الميكروفونات مالكم رجاء. طلاب يعني سدوا المايكات مالكم إذا أمكن. إيمونوسوربنت أسي فالإي من الإنزيم إل لينكت أي إيمونوسوربنت والأسي الآي والأس من الإيمونوسوربنت والأسي أخذنا الأي فأصبح اسمها إلايزا. البروسيبا مالته هو أنتيجين أنتيبادي رياكشن وبعدين هذا الرياكشن نعمله ديتكشن باي ديفلوبمنت أوف كولر فعندنا سبستريت يصير بها ديفلوبمنت أوف كولر ونقيس قوة الكولر في هذه السبستريت. فمثل ما قلنا الانتيجين انتيبادي هو ادزور او انتيبادي نعمل لهم ادزوربشن على مايكرو تاتر والفلات بوتوم بليت يعني بليت معينه البوتوم مالتها فلات زين هذا يسمونه السوربنت. هذا الادزوربشن عمليه الديتكشن باستخدام الانتيباديز هي انه راح نستخدم انزيمز وهي انزيمز تكون مرتبطه بالانتيباديز فلهذا linked enzyme فسموها enzyme linked وراح نستخدم substrate وراح هذا substrate يتفاعل مع الانزيم وينتج لنا color changes ويصير عندنا بعدين نقيس هذا color changes بواسطة optical density OD to estimate the unknown concentration of the target of interest. فهذا هو basic principle مالت الإلايزا انه احنا عندنا target عبارة عن أنتيجين مهما كان هذا التارجت زين نستخدم له أنتيبادي يعمل له ديتكشن. هذا الأنتيبادي واحد من ممكن أنتيبادي أو أكثر من أنتيبادي حتشوفون موجود بالرياكشن زين أكو إنزيم يرتبط لأحد هاي الأنتيباديز وهذا الإنزيم يشتغل على سبستريت يسبب إنه بعدين من يصير الرياكشن يكمل ينتج لنا لون نتيجة من السبستريت. نجي إحنا نقيس هذا الكلر مالت السبستريت ونشوف الاوبتيكال دنسيتي مالت الكلر وهذا الاوبتيكال دنسيتي اشقد عندنا انتجين اكثر اشقد الرياكشن راح يكون اقوى اشقد السبستريت راح تكون اكثر الرياكشن مالته اشقد الكلر راح يكون مور بوتنت يعني الكونسنتريشن مالتنا اعلى. حتى احنا نشتغل في هذه الإلايزا نحتاج السامبلز مالتنا ممكن تكون سيرم سامبل ممكن تكون يورين اي اكسكريتا اي يورين سيرم سلايفا ميلك اسبريت اني باس اني سامبل
ممكن أن نستخدمها للإلايزا. فشوفون هنا 96 well plate في هذه الإلايزا البلات مالتها اللي يستخدمه بالقراءة زين، فالبلات بينه 96 well يعني 96 حفرة. كل حفرة هذه إحنا ممكن نخلي بها سامبل زين، ونفس الشيء السامبل هذه راح يصير بها رياكشن انتجين انتي بادي وسبستريت وكلر، ونقيس الاو دي الاوبتيكال دنسيتي والرياكشن في هذه الول في هذه الحفرة زين. فاحنا في كل ول راح يصير عندنا رياكشن. الجهاز بعدين هذا البليت ريدر اللي موجود هون البليت ريدر هذا راح يعطينا فرد قراءات عن الاوبتيكال دنسيتي في كل حفرة. فاحنا كل ول بها سامبل، هاي السامبل راح نعرف الاوبتيكال دنسيتي مالتها اشقد والكلر تشينجز بها اشون. و احنا حنشوف الكونسنتريشن مالت الانتجي مالتنا بهاي السامبل كم، لان احنا ببداية نخلي السامبلز مالتنا والماتيريالز كلها بال96 ولا بليت، ونضيف بواسطة هوني مالتي شانل بايبيت نستخدم يعني، فأكو بايبيت اللي هي نضيف بها الماتيريال مالتنا، أكو سينجل شانل، أكو دبل شانل، أكو مالتي شانل بها 8، أكو بها 12 يعني رأس مالتي شانل. فهي ممكن أن احنا نضيف الماتيريال عن طريق استخدام المالتي شانل بايبيت. طلاب الصوت واضح؟ نعم دكتور، ما أكو مشكلة. أش أريد منكم؟ أريد إحنا ما عملنا بعد ريكورد صح؟ نسينا نعمل ريكورد، فنبدأ من جديد نعيد بس هنعمل ريكورد. The recording has started. فنرجع طلاب بس من البداية على السريع. إنزيم لكتمين وصير متأسي إحنا يعني نسينا نعمل ريكورد بالبداية. فهو عبارة عن تكنيك يستخدم الأنتيجين أنتي بودي رياكشن زين، و حنستخدم انتيجين انتي بودي رياكشن، و بعدين احنا نضيف سبستريت ونضيف انزيمز ونضيف اذر ماتيريالز تو ديفلوب ا كلر. هذا الكلر اللي راح يصير عندنا حنقيسه في سبكتروفوتوميتر خاص لقياس الاوبتيكال دنسيتي، و عن طريقه حنعرف يعني إيش قد الكونسنتريشن مالت الانتيجين الموجود. فاحنا قلنا الانزيم لكتمين وصير متأسي من البداية بس نعيدها لأنه ما سجلناها بالبداية نسينا. فعندنا الانتيجين انتيبادي أدزوبت على مايكرو تايتر بليت فهذا سوربنت. ديتكشن أوكرز باي سبيسيفيك انتيبادي فهذا إمينو. انزيم مربوط لأحد الانتيباديز لينكت فهذا انزيم لينكت. وعندنا سبستريت مثل ما قلنا ويل ميجر ذا color changes and then we will estimate the concentration of our target antigen. وشرحنا هون الاكوبمنتس اللي تستخدم. عندنا plate 96 well plates. هاي 96 well plates فيها 96 wells 96 حفرة، كل حفرة بها flat bottom. هذا هي اللي حصير بها الرياكشنز الانتيجين الانتيبادي والإضافة مالت السبستريت وإضافة مالت الانزيمز ويصير بها development of color. نجي بعدين نقيس development of the color color optical density في الجهاز خاص نسميه البليت ريدر. حيعطينا قراءات ل 96 عينة، 96 عينة القراءات مالتها احنا ناخذها عن طريق الطابعة او عن طريق اكسل على كمبيوتر، وبعدين نقيس نشوف ايش قد راح تطلع يعني concentration مالت الانتيبودي. طبعا احنا انت تشوفون بانه احنا الإلايزا يعني احنا عندنا انتيجين وبعدين نضيف انتيباديز وبعدين نضيف سبستريت وبعدين عندنا انزيمز وعندنا ممكن ستوب سوليوشنز ومن هالتبعات. فاعتيادي between the steps of إلايزا يعني ما بين step و another step، احنا مثلا عندنا انتيجين كوتيد على البليت، ضفنا السيرم أو فوتو تيك مثلاً أنتيبادي، أو عندنا أنتيبادي كوتد على بليت
وضفنا سيرم تو ديتكت ان انتيجين. احنا بعد ما نعمل انكيوبيشن نحتاج نعمل ووشينج، يعني نتخلص من الاكسس، يظل عندنا فقط الرياكتانتس، فقط الانتيجين والانتيبادي اللي تفاعلوا، الانتيجين اللي موجود عندنا بالسامبل اللي احنا عم نبحث عنه مع الانتيبادي اللي مثلا موجود بالبليت تفاعلوا، فاحنا نتخلص من باقي الماتيريالز فنعمل ووشينج. اكو ووشينج بفرس خاصه، زين من نعمل الوش ما راح يظل عندنا الاكسس مال السيرام الليكويدز الماتيريالز، فقط يظل عندنا انتيجين وانتيبادي، وبعدين نضيف الماتيريالز الاخرى، وكل ما نضيف مادة معينة في التفاعل بعد ما نعمل الانكيبيشن الخاص به لازم نتخلص من الاكسس ونعمل ووشينج كامل للبليت مالنا، حتى فقط يظل عندنا مواد متفاعلة تكون ادزورب وملتصقة على البليت، تكون ملتصقة على البطن مال البليت. زين هسه ترى راح نشوفها في مراحل الكلام مالتنا على انواع الإلايزا والبروسيجرز مالتها. أنواع الإلايزا عندنا دايركت إلايزا، عندنا إندايركت إلايزا، عندنا ساندويتش إلايزا، عندنا كومبيتيتيف اللي هي يعني تعتمد على كومبيتيشن أساي. أنا راح أعطيكم فقط ثلاث أنواع تخصكم اللي هي الموست كومنلي يوزد وأهم ثلاثة أنواع اللي هم الدايركت إندايركت والساندويتش. الكومبيتيتيف ما راح ناخذها، هاي مور أدفانس ما يعني ما نعطيكم. فعندنا الدايركت إلايزا، احنا في هذه الدايركت إلايزا احنا عندنا بليت، عندنا بليت، البليت اللي هي احنا قلنا البوتوم مال الويل هذا العدلي اللي هي الفلات بوتوم سوليد بليت، خلينا عليها انتجين ادزورت. زين اكو انتجين ادزورت، انا اريد اعمله ديتكشن باستخدام انتيبادي واحد فقط. زين فأنا أجي عندي الأنتيجين على البليت أضيف له أنتيبادي، زين وهذا الأنتيبادي هو راح يكون مربوط بالإنزيم، يكون الإنزيم لينك في هذا الأنتيبادي. بعد ما أضيف الأنتيبادي ويتفاعل مع الأنتيجين اللي ملتصق الأدزوربت على البليت، زين أضيف السبستريت الإنزيم اللي لينكت هوني على الأنتيبادي اللي هو ليبلد للانتيبادي راح يتفاعل مع السبستريت، زين ويعطينا كلر، ونجي بعدين نقيس الكلر مالتنا بواسطة السبكتروفوتوميتر اللي هو البليت ريدر. فلأنه عندنا وين انتيبادي وهذا الانتيبادي هو لينكت للإنزيم، فهذا مباشر الديتكتنج إنزيم مربوط رأسا على أول انتيبادي مرتبط بال أنتيجين، فنسميها المباشرة. أنتيجين ارتبط بين أنتيبادي واحد، نفس هذا الأنتيبادي مرتبط بإنزيم، وهذا الإنزيم هو اللي راح يتفاعل مع السبستريت وبعدين ينتج لنا كلر، ونجي احنا يعني نقيس الكلر الديفلوبت الموجود عندنا. فهذه نسميها الدايركت إلايزا، هذه أبسط نوع من أنواع الإلايزا، سمبل وسريعة فاست، لأنه إحنا عندنا أنتيجين خلينا بس نضيف مرة واحدة الدايركت ال حنضيف الأنتيبادي إضافة واحدة انكيبيشن واحد غسل واحد، زين فتكون سريعة يعني ما تطول ساعة تقريبا، هذه الدايركت نحصل على نتائج. بس ايش في مشاكلها؟ هي ما تستخدم كثير. ليش؟ لانه الآن الانتيبادي من يربط بينه انزيم يصير ثقيل، يعني يثقل يعني فيتقل الافينيتي مالته للانتيجين، فلهذا السنسيتيفيتي مالته راح تقل. يعني ممكن ان الانتيبادي يعني اكو انتيجين بس ما يقدر يسوي له ديتكشن، سنسيتيفيتي مالته راح تكون قليله جدا. هذه بالنسبه للدايركت إلايزا. فالدايركت إلايزا از ذا سمبلست وان، هي ابسط نوع من انواع الإلايزا. زين ابسط انواع الإلايزا
ويستخدم أنتيبودي واحد وهو سريع وفاس، ولكن مشكلته بالسنسيتيفيتي، سنسيتيفيتي مالته قليل. طيب نجي على نوع آخر أحسن من الـ Direct ELISA، نسمينه Indirect ELISA. Indirect ELISA، Indirect ELISA إيش نيه؟ إحنا عندنا بليت، عندنا بليت الأنتيجين مالتنا أنتيجين معين أتزورب على البليت، زين؟ الأنتيجين أتزورب إلى البليت، راح يجي يرتبط عندنا أنتيبادي في هذا الأنتيجين، زين؟ بعدين another أنتيبادي هو يكون linked بال، يعني هو يكون linked بالإنزيم يرتبط في هذا الأنتيبادي الآخر، زين؟ فراح يصير عندنا two antibodies، واحد مرتبط بالآخر ومرتبطين بالأنتيجين معنا. هذا الindirect ELISA هو يعني عادة نستخدمه لما إحنا عندنا أنتيجي، لما نريد نعمل detection الأنتيبادي بالسيرام. على سبيل المثال أنا عندي مريض عنده توكسوبلازما غوندي انفكشن أو كورونا على سبيل المثال، وأريد أشخص الأنتيبوديز هل أنها موجودة بالسيرم مالته ولا لا. زين أنا أجيب بليت، هذا البليت هو أوردي جاهز كوتد بالأنتيجين مع التوكسوبلازما أو الأنتيجين مع الكورونا أو إيش أي أنتيجين آخر، فهذا هو كوتد جاهز. آخر السيرم مال المريض اللي هو نتوقع انه بينه ناخذ السيرم مال المريض او اي سوليوشن نتوقع انه بينه انتيبودي against the antigen اللي هو اتزوبت على البليت. فمثلا انا جبته كيت اريد اعمل detection الانتيبوديز IgG against toxoplasma or IgG or IgM against corona فيروس على سبيل المثال، فأنا في هذه الحالة أخذ بليت الكيت هو أصلاً كوتيد، هذا الويلز كله كوتيد مغطات وأجربت عليها أنتيجينز من الكورونا فيروس أو من التوكسوبلازما. أخذ العينة من المريض اللي هي السيرم أضيفة على البليت مالتني، أضيف مثلا 100 مايكروليتر أو 50 مايكروليتر في كل ويل من كل عينة مريض، كل ويل ممكن نستخدم العينة مريض أو كل تو ويلز نستخدم العينة مريض وبعدين نقارن القراءات بيناتهم ونسميها دوبليكيتس. فناخذ العينات مال المريض، زين، ونضيف السيرم مالته على الويلز اللي فيها الأنتيجين. إيش راح يصير عندنا؟ عندنا أنتيجين على بليت، عندنا أنتيبودي مثلاً موجود بالسيرم، راح يصير عندنا أنتيجين أنتيبودي رياكشن. فالأنتي توكسوبلازما إي جي جي أو مثلاً في حالة ديتكشن أوف توكسوبلازما أنتيبوديز أو أنتي كوفيد إي جي جي أو إي جي إم في حالة ديتكشن أوف إنزيم أوف أنتيبوديز أجنست كوفيد أو أجنست كورونا فيروس، هاي الأنتيبوديز تتفاعلنا مع الانتيجين اللي موجودة على البليت. بعدين نتخلص احنا من الاكسس بعد ما عملنا انكوبيشن ساعة 37، get rid from the excess of the serum بعد ما احتاجه، لان انا الانتيبودي اللي عندي تفاعل وتشلب على البليت، على الانتيجين الموجود على البليت. فاش نسوي مرة اخرى؟ هذا عندنا عينة السيرم بينه انتيبودي، نرجع نضيف احنا انتيبودي موجود بالكيت مالتنا هو مرتبط بإنزيم to detect this reaction. فالأنتيبادي اللي راح نضيف علينا اللي هو مرتبط بإنزيم هو يكون مثلاً anti-human IgG. فهذا anti-human IgG اللي إحنا راح نضيفه اللي يكون هو linked with the enzyme راح يتفاعل مع ال Fc portion مع ال human مثلاً IgG that اللي هو anti-corona IgG antibody. فاحنا احنا ضفنا السيرم اللي بينه الانتي كورونا اي جي جي.
بعدين ضفنا detecting antibody يريد يشوف هل أنه ها أكو IgG كان بالسيرام؟ لو ما كان أكو، لأن إذا كان أكو IgG بالسيرام فراح يرتبط بالأنتيجين، فالأنتيبادي اللي راح نضيفه إحنا لاحقاً، زين؟ الأنتيبادي اللي إحنا راح نضيفه لاحقاً من الكيت راح وين يرتبط؟ راح يجي بالويل، راح يلقي إنه هذا الأنتيبادي كان ارتبط بالأنتيجين فموجود مشلب على الويل، فرأسه راح يجي يرتبط بينه، فراح يصير عندنا السكندري أنتيبادي مالتنا ارتبط بالأنتيبادي اللي موجود بالسيرم واللي هو كان يتفاعل مع الأنتيجين اللي هو أصلاً أدزورت على البليت. زين، بعد هذا الشيء إحنا صار عندنا أنتيجين، صار عندنا فات كومبلكس على الويل على الفلات بوتوم مال البليت اللي هو أنتيجين اللي هو أصلاً أدزورت كوتيد، عندنا الأنتيبادي اللي موجود بالسيرم اللي ضفناه واللي هو ارتبط بالأنتيجين، وعندنا الديتكتنج أنتيبادي اللي احنا ضفناه من الكيت مالتنا واللي هو اصلا لينكت لل هذا الديتكتنج أنتيبادي. فهون راح تشعون انه صار عندنا بالاخير أنتيجين ازوبت. بعدين الفيرست أنتيبادي، بعدين احنا ضفنا الديتكتنج أنتيبادي، فصار عندنا تو أنتيباديز زين في الويل مرتبطين اثنينهم بالانتيجين. فهذا الديتكتنج مع الانتيبادي مالتنا اللي هو مربوط معانه انزيم، نضيف له السبستريت، نضيف سبستريت راح راسا تتفاعل مع الانزيم زين اللي مرتبط على الانتيبادي. فايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كلر تشينجز، فراح اشقد اكو انتيباديز بالسيرم كثيره كانت فاعلت مع الانتيجينز اللي كلها كوتد على الـ على الـ على البليت، اشقد اكثر انتيباديز موجوده بالسيرم، يعني اشقد اكثر ديتكتنج انتيباديز راح ترتبط بيها، يعني اكثر كميه انزيم راح ترتبط بيها، يعني من نضيف السبستريت اكو انزيمز كثيره راح تشتغل عليها. فايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بوتنت رياكشن والكلر ديفلوبمنت عالي. فيعني من نجي نقيس بالسبكتروفوتوميتر يطلع الاودي مالتنا الاوبتيكال دنسيتي اللي هي مالت القراءه، يعني ايش قد قوه اللون، فراح تطلع عاليه، فيعني انه هذا الكونسنتريشن مال الانتيبادي اللي موجود بالسيرم سامبل عالي. لو جينا بالاخير قرينا وشئنا انه ماكو كل شيء صفر، ايش يعني؟ يعني انه ما اكو انتيباديز بالسيرم، لم ترتبط هذه الانتيباديز بالانتيجين اللي هو كوتد على البليت، فإذا ماكو أنتيبادي السيرم نيجاتيف. فمن ضفنا الديتكتنج أنتيبادي مالتنا هذا يجي غير يريد يرشع الـ FC portion مع الـ human IgG أو الـ human IgM، شوفوا against what، فما راح يلقي مرتبط فما موجود، فمن نعمل وش راح ينرسل هذا السكندري أنتيبادي هو والإنزيم مالته، نرجع بعدين نضيف السبستريت ما راح تلقي إنزيم لأنه إحنا كن غسلناها ما كان ارتبطت زين. ف there is no enzyme, no secondary antibody. فالسبستريت ما راح يصير بها color changes وتكون النتيجة مالتنا negative. هذا هو ال indirect ELISA. طلاب واضح للprinciple مالت ال indirect ELISA؟ عفوا دكتور عندي بس سؤال والله. قول. لأن ال indirect يعني ال indirect والساندويتش هما 90-95% من الإلايزا الموجودة بالسوق بالمختبرات وبالمستشفيات. قولوا دكتور يعني هو هسه هذا الإنزيم هو مرتبط بأنتيبادي، نعم، يعني أشنو اللي يمنعه أن يرتبط بالسبستريت حتى بعدم وجود الأنتيبادي الآخر؟ يعني هو ما له علاقة، يعني هو أنتيبادي يرتبط بأنتيبادي كان يمنعه الوجود ماله، أشنو اللي يمنعه يعني؟ لا، هو هذا الأنتيبادي اللي إحنا نضيفه اللي هو لينك بالإنزيم لازم يكون اكو انتيبادي كان ارتبط بالانتيجين حتى يرتبط بينه، لان احنا ايش قلتلكم بين كل مرحله ومرحله نعمل واشنج نغسل الماء مرتبط يروح، من نغسله احنا ما نخلي الواشنج بفر بعدين فروقت نرمينه، فهذا اذا ما كنا قشر ارتبط بينه راح يروح ما موجود. عفوا فانا من اضيف ما افتهمت يمكن سؤالي،
قول. يعني هسه هي هاي رابع فقرة على اليمين. يعني رابع صورة. السبستريت. ايش ما يرتبط بالإنزيم؟ يعني هو هذا الإنزيم بحد ذاته. أنا إذا. الأنتي بودي الأزرق يعني. بس اسمح لي. اسمح لي أنت ما مطع. يعني أنت حد أنت لازم تعرف أول شيء. إنه هذا الأنتي بودي اللي مرتبط بين الإنزيم. هذا بين بين راح يرتبط. حد يكون أنا من أضيف السبستريت. هسه أنا أضيف السبستريت للأنتي على بالنهاية. هذا السبستريت من أضيفه إذا لقى الأنتي بودي اللي هو لينك للإنزيم فراح يتفاعل معانا. من موجود الإنزيم وموجود السبستريت راح يصير تفاعل صح؟ يعني هذا إنزيم ما له علاقة مرتبط بالأنتي بودي. من يكون موجود بالوال وأضيف عليها السبستريت رأسا يصير رياكشن تمام؟ إنزيم يشتغل على سبستريت معينة من يلتقون رأسا يصير رياكشن. فأنا إذا الأنتي بودي الديتكتنج أنتي بودي لقى شيء عن الديتكشن الأنتي بودي التارجت مالتي فراح يظل مشلب على الوال. من أعمل وش ما راح يروح راح يظل موجود. فمن أضيف سبستريت راح يجي السبستريت يلقي هذا الأنتي بودي اللي الإنزيم مرتبط بينه. فالإنزيم موجود راح يتفاعل مع السبستريت. هذا في حالة البوزيتيف ريزلت. طيب أنا لو عندي نيجاتيف ريزلت أنا السيروم اللي ضفتونه ما بينه أنتيبادي اللي أنا أدور علينا فأعمل إنكيبيشن على البليت مع الأنتيجين ما راح يصير أي رياكشن. أخلي أعمل وش get rid of the non-bound materials. كل السيروم ما بينه أي شيء bound على الأنتيجين فأرجع أضيف السكندري أنتيبودي. هذا السكندري أنتيبودي إيش وظيفته؟ وظيفته إنه يعمل ديتكشن للأنتيبودي اللي موجود بالسيروم اللي المفروض كان يرتبط مع الأنتيجين اللي موجود على البليت. من ما موجود هذا الأنتيجين من ما موجود هذا الأنتيبودي بالسيروم فإحنا عملنا واشنج ما صار بينه رياكشن مع الأنتيجين زين. فإذا هذا الأنتيجين الأنتيبودي أزرق ما راح يكون موجود من أصل لهذه المرحلة الأخيرة وأضيف السكندري أنتيبودي اللي هو الأصفر واللي مربوط بينه هذا الإنزيم الدائرة الحمراء ما راح يلقي الشيء يرتبط بينه وأعمل إنكيبيشن ساعة مثلا أرجع أعمل وش كلته راح يروح كل هذا السكندري أنتيبودي هو الإنزيم مالته راح ينرسل ويروح. فراح يصير عندك الصورة مثل أول وحدة اللي على اليسار أرجع أضيف سبستريت راح يكون موجود بس أنتيجين ما راح تلقي أي إنزيم حتى تتفاعل معانا فيكون نيجاتيف. فأنت إذا موجود الأنتيبودي بالسيرم راح يتفاعل الديتكتنج أنتيبودي معانا الإنزيم راح يكون موجود من أضيف السبستريت تشتغل. من ما موجود الأنتيبودي مالتي اللي على دور علينا بالسيرم نيجاتيف ماكو شيء راح يتفاعل مع الانتيجين. الديتكتنج انتيبودي ما راح يتفاعل مع هذا الانتيبودي اللي بالسيرم لانه ما موجود اصلا. فمن عمل وش ما راح يظل كل شيء بالبليت راح ترجع فارغ صفر. اضيف السبستريت ما راح يلاقي شيء يشتغل معانا. ارجع اعمل زين كلر ديفلوبمنت ما راح يصير راح يظل وكانه ماي. السبستريت لونه لون الماي. ياكو انزيم قصه يسويها صفراء او زرقاء او اي لون اخر. ماكو سبست ماكو إنزيم راح تظل لونه كلرلس فتطلع زيرو. افتهمت؟ اي نعم دكتور. دكتور يعني السبستريت ينضاف بعد الوشنج يعني بعد الوشنج. انا دحر عندي انتيجين اضيف سيرم نعمل انكيوبيشن اعمل وش اضيف بعدين حتى اي شيء نوت باوند يروح أضيف بعدين الديتكتنج أنتيبادي أعمل له إنكيبيشن حتى يرتبطون أوفر له ظروف ارتباط للأنتيجين للأنتيبادي مع الأنتيبادي الموجود بالسيرم. بعد ما أعمل إنكيبيشن لمدة ساعة أعمل أنذر وش نعمل وش 3 مرات 4 مرات بحيث أنه أي شيء نان باوند we get rid of it. فبعدين نضيف السبستريت إذا أكو شيء مرتبط
راح تشتغل الإنزيم علينا فيصير عندنا كلر ديفلوبمنت. إذا ما أكو هذا الكومبلكس زين اللي هو أنتيجين أنتيبادي فروم ذا سيرم مع الأنتيج أنتيبادي وذ سبستريت فما راح يصير عندنا كلر ديفلوبمنت. وأشقد عندك أنتيبادي موجود بالسيرم أكثر أشقد راح يكون عدد الأنتيبوديز اللي مربوطة بال اللي معاها يعني إحنا نضيف كمية مثلاً نضيف 100 مايكروليتر فهذا 100 مايكروليتر من السكندري أنتيبودي أشقد عندك موجود أنتيبوديز موجودة بالسيرم كون ارتبطت على أنتيجين راح إيش ما مو يرتبط بيها فأشقد عندك أنتيبوديز بالسيرم كونسنتريشن عالي راح يطلع لك بعدين راح هذا السكندري أنتيبودي أكثر ترتبط بينه أكثر تكون موجودة زين فالإنزيم راح تصير كميتك عالية نضيف بعدين السبستريت بالأخير بعد الوش فالإنزيم راح يشتغل على السبستريت بصورة أقوى فيطلع عندك كونسنتريشن أعلى من اللي يقيسه بالأوبتيكال دينسيتي يطلع عندي قراءة قوية بعدين عندنا معادلات نطلع الكونسنتريشن يطلع الكونسنتريشن عندنا عالي واضح البرنسبل واضح دكتور أوكي advantages و disadvantages الadvantage هو sensitivity أحسن من الدايركت ميثود لأنه الديتكتنج أنتيبودي هو ثاني واحد ثاني أنتيبودي بس هوني إيش عندنا لأن بنتزيد عدد الأنتيبوديز راح يصير عندك مرات مشاكل إنه يصير عندنا cross reactivity أغلب أنت cross reactivity بالمناعة بالمع يعني sharing of antigens يعني بعض الأنتيجينز بها مالتيبل ايبيتوبس بها تشابه معين فهنا نضيف اكثر من انتيبادي اثنين او ثلاثي او ها فمرات يزيد عندنا نسبه الكروس رياكتيفيتي تزيد الكروس رياكتيفيتي مع الانتيجينز فهذه هي مشكله الاندايركت الايزا هسه نجي نحكي على شيء اسمه الساندويتش الايزا اللي هو النوع الثالث زين واللي هو ايضا مهم في هذه الحاله احنا بالاندايركت ما كان عندنا على البليت على البليت على الويل مال البليت كنا سوينا كوتينج انتيجين صح اللي هو هذا الازرق هذا هذا الوردي لونه هكذا الشكل مخمس فاحنا البليتات مال الاندايركت كلها عليها انتيجين زين بالساندويتش لا في هذه الحاله البليت يكون علينا انتيبودي مثل الشناجيل نزرع علينا انتيبوديز مثل الشناجيل هكذا تكون مشلبه على البليت زين انا هون في هذه الحاله راح يعطيني فريدم ممكن ادور على انتيجين عادي ممكن ادور على انتيبودي عادي لانه احنا اي انتيبودي هو انتيجين ممكن عندي انتي انتيبادي يرتبط معنا فالساندويتش إلايزا تعطيني فريدم انا اقدر اسوي ديتكشن للبروتين اقدر اسوي ديتكشن للبيبتايد اقدر اعمل ديتكشن الكربوهيدرات انتيجين اقدر اعمل ديتكشن لانتيبادي ايضا ليش لانه انا عندي انتيبادي هو هو اللي مشلب عندي على البليت فهذا راح يتفاعل مع اي شيء هو ضده سواء انتيجين سواء انتيبودي سواء ايش فتعطيني فريدم فهي نسميها الساندويتش إلايزا انه احنا الويل مال البليت البوتوم مالته يكون كوتد باي انتيبودي نسميه الكابتشر انتيبودي وانا شبهت لكم مثل الشلابات اكل شلابات مزروعه اسفل على الجدار مالتها الويل الصغيره زين اللي موجوده بالبليت طيب انا هوني اضيف السامبل مالتي ايش كان ما يكون بها فهذا التارجت اوف انترست راح يتفاعل مع الكابتشر انتيبوديز فراح يتشلب بالكابتشر انتيبوديز اي تارجت اذا هو موجود هذا التارجت اللي نبحث عنه راح يتشلب بالكابتشر انتيبوديز نفس الشيء خلينا السامبل مالتنا عملنا انكيوبيشن بعدين ايش نصير نعمل واشنج نتخلص من الاكسس والنن باوند ماتيريالز بعدين نرجع نضيف ديتكشن انتيبودي هذا الديتكشن انتيبودي هو راح يكون مرتبط بالانزيم
زين فعندنا انتيبودي بعدين عندنا تارجت بعدين عندنا انتيبودي فايش صار يصير مثل الساندويتش صح اشلون لف الساندويتش عندك جدار مثلا هذا خبز وجدار اخر خبز وبالنص عندك التارجت مالتك اللي راح تاكله او الساندويتش بانل عندنا مثلا الومنيوم وبعدين الاخر ايضا الومنيوم وبالنص مثلا اكو ربل او اكو سفنج فهذا يسمونه الساندويتش طبقه طبقه اخرى مشابهه لها وبالنص اكو حشوه فهو هذا الساندويتش فالساندويتش إلايزا انا عندي انتيبودي كابتشرد الكابتشر انتيبودي احنا كنسوينا له ادزوربشن على الويل وهون في هذه الحاله اين اي انتيجين اوف انترست ممكن استخدمه ل يعني كان بي ديتكتد فانا مثلا اريد اعمل ديتكشن على سبيل المثال فور اميونوجلوبولين اي جي جي فاعمل كابتشر انتيبودي هو انتي هيومن اي جي جي مثلا اريد اعمل ديتكشن الانتيجين على سبيل المثال بروتين معين بيبتايد او فد اخلي كابتشر انتيبودي اجينست ذيس بيبتايد ونعمل له كوتينج زين بعدين من نضيف السامبل مالتنا مهما كان التارجت زين احنا ممكن نعمله ديتكشن على شرط انه الكابتشر انتيبودي هو سبيسيفيك اجينست ات زين فاحنا بدل ما يكون الكوتينج عندنا على البليت هو انتيجين راح يصير عندنا الكوتينج على البليت هو هاي التشلابات اللي هي انتيبوديز اضيف السامبل مالتي التارجت اوف انترست موجود راح يتفاعل مع الانتيبودي ديتكتد زين بعدين نسوي وش نضيف الديتكشن انتيبودي المرحله الثانيه اللي موجوده بالكيت وهذا الديتكشن انتيبودي هو مرتبط بالانزيم وبعدين نضيف السبستريت اذا الكومبلكس مالتنا كامل نهايه التفاعل راح يصير عندنا كلر ديفلوبمنت والسبستريت تشتغل الإنزيم عليها ونقيسها بالأوبتيكال دينسيتي بالجهاز مال القراءة إذا التارجت أوف إنترست ماكو فهذا الديتكشن أنتيبادي اللي مرتبط بينه الإنزيم ما راح يلقي شيء يرتبط بينه بالبليت من نعمل ووش آخر شيء نتخلص منه روح كله لوست أضيف السبستريت ما راح تلقي إنزيم تتفاعل معها فاش راح يصير عندنا ما راح يصير عندنا رياكشن ما راح يصير عندنا كلر تشينجز اقيس بالجهاز مالتي يعطيني صفر يعني القراءه نيجاتيف يعني ذا تارجت اوف انترست از نوت فاوند ان ذا سامبل هذه هي الساندويتش إلايزا واضح البرنسيبل مالته طلاب واضح دكتور يعني انتم بس كان هو الاندايركت شويه بس تفهمون الميكانيزم راسا بس تعكسها الساندويتش إلايزا ترجع تفهمها نفس الشيء زين طيب احنا الساندويتش إلايزا ها ممكن نعمله اندايركت نريد نقوي نحسن السنسيتيفيتي عندنا ضفنا احنا عندنا كابتشر انتيبودي موجود على البليت ضفنا سامبل بها الانتيجين ارتبطت ضفنا انذر انتيبادي سوينا له ديتكشن الكومبلكس ونضيف انتيبادي اخر هو كومبينو الانزيم وهذا نسميها الاندايركت ساندويتش إلايزا واذا كان اكو بس كابتشر انتيبادي وبعدين ضفنا السامبل مالتنا وضفنا انتيبادي واحد بينه هو الانزيم نسميناها دايركت ساندويتش إلايزا يعني هاي الصورة الأولى هذا دايركت ساندويتش إلايزا هذه الصورة هوني عندنا أكثر من أنتيبودي عندنا كابتشر بعدين أنتيجين بعدين جانا أنتيبودي بعدين ارتبط أنتيبودي آخر اللي هو بين الإنزيم سميناها اندايركت ساندويتش إلايزا وهذه تعطينا سنسيتيفيتي أقوى واضح؟ طلاب واضحة؟ سؤال هل يوجد أي سؤال any question طلاب okay. Okay. نجي الأدفانتج مالت الساندويتش إلايزا بالديس أدفانتج الأدفانتج هي highly specific تعطينا flexibility
مثل ما قلنا ممكن تستخدم في complex samples لأنه highly specific, فهي أحسن من الindirect. يعني الساندويش هو تقريبا أفضل نوع من الإلايزا. هذه السبستريت الكلر تشينجز تشوفون انه حسب السبستريت ممكن عندنا اكثر من لون, وكل لون يقاس حسب ويف لينث معين زين حسب البروتوكول مال الكيت اللي يعطينا. مثلا يقول كذا هذا اللون تقيسه على 405 الويف لينث, الاخر مثلا نقيسه على 605, الاخر نضيفه على نقيسه على 490, وهكذا حسب الويف لينث اللي يعطينا هو البروتوكول مالت الكت. هذا بليت شوفوا شلون بعض منهم صار عندنا كلر تشينجز عالي, بعض منهم كلر تشينجز اقل, بعض منهم ماكو كلر تشينجز, يعني هوني ما اكو التارجت اوف انترست. نخلينا بالجهاز وهذا راح يعطي ضوء, الضوء يخترق اما من الاسفل الى الاعلى او من الجوانب, بس هو اكثر شيء من الاسفل الى الاعلى الافضل زي حتى يقيس إن كل سامبل وحدي. بس مثلا مرات إذا بالكيوفيتات يعني مع سبيكتر العادي لا يكون من الجانب ممكن, فهنا هون يقيس من الأسفل إلى الأعلى لكل ويل زين يعبر الضوء. بعدين أكو سنسر فهذا السنسر راح يعني يلقط إن أشقد ضوء عبر ويطلع إن الأوبتيكال دينسيتي مالته. هسة الإلايزا خلصت. الاستخدامات الإلايزا, إلايزا تستخدم for detection of any antigen of any material detection, ولهذا احنا ممكن نستخدمها for detection. لو قلت لك اعطيني 5 applications for إلايزا عد يلا من يعطيني اول application detect of which antigen. براء اعطيني إلايزا برا ماكو زين توفيق من توفيق. نعم دكتور. detected by ELISA اللي مثلا فلان antigen I can detected by ELISA. دكتور ال parasite أي parasite ممكن أي parasite by ELISA زين any bacterial antigen can be detected by bacterial infection can be detected by ELISA. أنا من الميونوغلوبيولينز روماتويد فاكتر سيريولا بلازمين الأكيوت فيس بروتينز زين إنسولين سي بيبتا كلها كان بي هرمونز كان بي ديتكتد باي إلايزا كلها كان بي ديتكتد and measured باي إلايزا. فزين فهذه الابليكيشنز اوف إلايزا اللي انتو يعني من تنسأل عليها لازم تعرفها لأنه إحنا شرحناها ضمنيا فمطلوبة ممكن يعني ممكن واحد نسألك أعطينا 3 applications for ELISA تقول لي مثلا detection of rheumatoid factor of immunoglobulin detection of parasitic infection detection of bacterial infection زين measurement of hormone concentrations فهذه applications of ELISA. نجي على الشيء الثاني اللي هي أيضا إنزيم لينكت وممكن إنه إحنا نستخدمها in our laboratory diagnosis اللي هي البلوتينج تكنيك. البلوتينج تكنيك إحنا بالإلايزا استخدمنا بليت, بالبلوتينج تكنيك راح نستخدم ممبرين ونخلي السامبل على الممبرين مالتنا زين. بالإلايزا احنا استخدمنا سامبل كامل هو وكل مكوناته. بالبلوتينج لازم نستخدم الكتروفوريسيس مرحلة قبله تعمل لنا سيبريشن للكونتنت مال السامبل, تخلي كل كونتنت بوحده كل انتيجين بوحده كل شيء بوحده, وبعدين نضيف الانتيبوديز مالتنا فراح يكون عندنا الانتيجين هذا الموجود يكون سيبريتد التارجت اوف انترست سيبريتد والرياكشن مالته راح يكون فيجوالي انسبكتد
واضح ولوكل يعني وبعده مبين مفصول والفحص والرياكشن مالته واضح. انا من افصل الانتيجينز من افصل السامبل الى الكونتنت مالتها فاضطر انه اعمل ديتكشن للانتيجين بصوره افضل يعني سبيسيفيسيتي مالته تكون افضل زين لانه من يكون اكو رياكشن يعني اوكي يعني هذا الرياكشن از نوت سبيسيفيك يعني از ات از ترو لانه هاي سيبريتد ما ممكن يعني ما مثلا اقول والله احتمال اكو فاد انتيجين اخر هو اللي سوى رياكشن احتمال فهوني لا هوني احنا كنفصلنا الانتيجين وكل انتيجين هو موجود اللي نعرف بالفصل مالته الموليكولر ويت مالته البوزيشن مالته زين عندنا لادر نستخدم فراح نحدد مكانه بالضبط فهذا الرياكشن راح يكون على انه تارجتد يعني على على الانتيجين او التارجت فراح يكون الرياكشن بينه مور ونتائجه مور سبيسيفيك افضل من نتائج الاليزا ولكنه اصعب مور ديفلوبت يحتاج فتره اطول يحتاج اجهزه معقده اكثر. البلوكينج احنا ممكن نعمله بين ديتكشن دي ان اي ممكن نعمل ديتكشن ار ان اي ممكن نعمل ديتكشن للبروتين يعني في هذه الحاله اي ماده انت ممكن تعملها ديتكشن زين. فالبروتين احنا نسميها وسترن بلوت اذا نعمل ديتكشن ار ان اي نسميها نورثرن بلوت واذا نعمل ديتكشن الدي ان اي نسميها سذرن بلوت وما راح اعطيكم شيء عليها اكثر لانها هي بصراحه اكبر من مستوى انه ياخذها بس انت مجرد تعرف اسماء وتعرف انه اكو لسه بعدين من تروح بالرابع بالخامس بعض الفحوصات يقول لك مثلا وسترن اميونوبلوت تعرف انه انت كان اخذت وسترن اميونوبلوت يعني ديتكت البروتين نورثرن اميونوبلوت تعرف انه هذا ديتكت ار ان اي سذرن اميونوبلوت هذا ديتكت دي ان اي وتعرف بانه اشني هذه عباره عن ميثود نستخدم بها ممبرين نجي سامبل مالتنا نعمل لها الكتروفوريسيس ونفصل السامبل الى عدة اقسام الى كل الكونتنت مالته وفي هذه الحالة راح نقدر يعني نضيف الانتيبوديز مالتنا سواء البرايمري سيكندري زين راح هذه bind to specifically to an antigen that's localized on the membrane using ladder يعني بروتين ladder الأوزان ما تكون مختلفة يعني معروفة مثلا يعطيك من 10 إلى 1000 هذا البروتين of interest مالتك وزنه مثلا 500 تيجي هو بالباند مالته يم 500 أنت تعرف إنه هو هذا وصار عليه الرياكشن زين فهو إذا هذا الانتجي مالتنا. نرجع بعدين الconcentrations أكو برامج خاصة تاخذ الصورة هذه density مالت الصورة وتعطينا الconcentration. الويسترن اميونو بلوت العادية والنورمال عادة الصور مالتها نطبعها على ورق هذا مال فيوجيفيلم مال الأشعة زين ورقة مال أشعة وتتحمض بصورة عادية وبعدين تطلع هذا الرياكشن لو شفتمه زين هذا الرياكشن هوني زين وبعدين نخليها بسبيشال يعني كاميرا بها تقيس لك ال يعني اعتياد عندنا نيجاتيف احنا دائما بالفحوصات عندنا شيء اسمه نيجاتيف كنترول وعندنا بوزيتيف كنترول وايضا نستخدم مرات بالبوزيتيف كنترولز مالتنا نسوي شيء اسمه ستاندرد كيرف مثل ما حكينا بالبدايه باول محتوى فنعمل ستاندرد كيرف اللي هو راح يساعدنا بالحصول على الكونسنتريشنز مال تارجتس اوف انترست وهذه هي نهايه ال مختبرات المناعة يعني تعيناكم الشغلات المهمة المفيدة اللي ممكن انه تواجهكم في حياتكم العملية واللي لازم تعرفوها. اكو سؤال او استفسار شيء ما واضح نعيده